انا بقول رساله للمجتمع الدولي اللي بتغنى في حقوق الانسان وحقوق الطفل والديمقراطيه، وبعاقب الناس اللي بتغلب اولادها برا، يطلع للناس اللي هان الاطفال اللي هان اللي قاعدين بنقصوا صواريخ 250 الف طن ولا 200 قديش صاروخ ال 16 بنزل الدور بنلمهم شقف اشلاء خمس شهور ضرب صاروخ على اليهود. بنت عمتي مها الحديدي راحت زيارة عند أخوها، تاني يوم العيد هي أولادها يعيدوا على خالهم، هي بيتها قريب يعني من دار أخوها، ففش يعني بثواني من غير انذار من غير أي إشي قصفوا البيت، توفت اللي هي أم الطفل عمر وإخواته، ما ضلش غير عمر خمس شهور وهي عنده إصابات، عنده إصابة برجله وبعينه ومش راضي وبحلقه ومش راضي يرضع الطفل لأنه في إصابة بحلقه. وانا يعني بناجش عالم دولي ولا بناجش مؤسسات دوليه ولا بناجش حقوق انسان، لانه فيش حقوق انسان، كلها دعايات كلام افضل من الفاضل. وفي حقوق انسان إلنا اربع حروب في غزه، ايش عملوا لنا اطفال ابرياء؟ ايش عملوا؟ ضربوا صواريخ على اليهود، قصفوا على اليهود، ابرياء احباب الله قصفوهم وهم نايمين في بيوتهم امنين. بس انا املي في وجه الله بس فقط لا غير.